بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول المتوسط بمدارس معالم التربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله أيها الأبطال. نعود معكم من جديد على المنصة التعليمية لمدارس معالم التربية والقناة التعليمية لمدارس معالم التربية، لنواصل معا شرح دروس مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية. ونحن اليوم وهذا الأسبوع يا أيها الأبطال على موعد مع الدرس 16 و17، وسيكون بإذن الله هذا الفيديو مخصص للدرس 16 وهو بعنوان الهوية الوطنية. الهوية الوطنية، عناصر الدرس التي سنتحدث فيها يا أبطال بداية: أولا المقصود بالهوية وعناصر الهوية الشخصية، ثانيا أنواع الهوية، وعندنا من الهوية ثلاثة أنواع: الهوية الرسمية الشخصية والهوية الذاتية، وتنقسم إلى الهوية المحققة والهوية المكتملة والهوية المشتتة. ثم ثالثا من عناصر الدرس اختلاف المظاهر والأشكال. هيا بنا مع العنصر الأول. أولا ما الهوية؟ نريد أحد الأبطال أن يعرفنا أو يعرف المقصود بالهوية. أحسنت أيها البطل، يقول لك أن الهوية هي ما يميز الشخص عن غيره وإحساسه أنه يعرف من هو وماذا يرغب فيه. بمعنى إيه يا أبطال؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن لكل إنسان هوية تحدد شخصيته وملامحه. أضرب لك مثال، على سبيل المثال كهوية المواطن العربي المسلم وهوية المواطن الأوروبي غير المسلم، هناك فرق وهناك تفاوت بين الأمرين. أيضا ما يميز هوية المواطن الخليجي الذي يسكن منطقة الخليج العربي عن سائر مناطق الوطن العربي. ولكي نعرف هذا بشكل أكثر، تعالوا معا نتعرف على عناصر الهوية. ما هي عناصر الهوية أيها الأبطال؟ من خلال خريطة المفهوم التي أمامنا نجد أن عناصر الهوية تنقسم لعدة أقسام متعددة. أولا الصفات والسمات، ثم الدين والمعتقدات، ثم الدوافع والرغبات، ثم القدرات والمهارات، ثم تاريخ شخصية الفرد، ثم الشكل الخارجي، ثم أخيرا الوعي والإدراك. ويتطور بناء بعض عناصر الهوية عند الفرد عادة بتغير مراحل عمره. بمعنى أن صفاتك في مرحلة الطفولة أو مرحلة الدراسة الابتدائي تختلف عندما تتخطى وتذهب للمرحلة المتوسطة، وعنها عندما تذهب للمرحلة الثانوية، وثم تذهب لمرحلة الجامعة. كل مرحلة من هذه المراحل تتميز هويتك وشخصيتك بأشياء لم تكن موجودة من قبل. فكلما تقدمت في السن، كل مرحلة عمرية لها صفات مختلفة عن صفات المرحلة التي سبقتها أيها الأبطال. إذن يتطور بناء بعض عناصر الهوية عند الفرد عادة بتغير مراحل عمره. فمثلا الرغبات الشخصية تتبدل كلما يكبر الإنسان، وكذلك المهارات والقدرات التي يبنيها الإنسان في مراحل حياته. نأتي لأنواع الهوية. أنواع الهوية، أولا الهوية الشخصية. ما المقصود بالهوية الشخصية؟ باختصار أيها الأبطال، أن الهوية الشخصية المقصود بها بطاقة الأحوال.
عندما تبلغ السن المحددة إن شاء الله سوف يتم استخراج لك ما يسمى ببطاقة الأحوال. هذه بطاقة الأحوال يسجل فيها اسم الفرد وتاريخ ميلاده ورقما تسلسليا خاصا به مع كل المواطنين. هذه ما نسميه بالهوية الشخصية الرسمية التي تميز الأشخاص داخل الوطن الواحد بعضهم عن بعض. كما أن هناك استفادت الدول من تقنيات جديدة للتفريق بين الناس، مثل إيه؟ مثل بصمات الأصابع والحمض النووي وقرنية العين وغيرها، من أجل التعرف أو التعريف بالأشخاص وهكذا. ثم ثانيا من أنواع الهوية، الهوية الذاتية. وهذه الهوية الذاتية تنقسم لثلاثة أقسام. تعالوا معا نعدد هؤلاء الثلاثة. أولا الهوية المتحققة، ثانيا الهوية المكتملة، ثالثا الهوية المشتتة. وتعالوا بنا إلى التفاصيل نوضح ما معنى هذا الكلام. أولا الهوية المتحققة، صاحبها تكون رؤيته واضحة عن الهوية والأهداف والقيم والمبادئ التي يحملها تميزه داخل المجتمع. بمعنى أن الهوية المتحققة من خلال خريطة المفهوم التي أمامنا، نجد أن صاحب الهوية المتحققة لديه اكتشاف قوي والتزام قوي، بمعنى أنه يؤدي العبادة بإخلاص، جنسيته سعودية، يعتز ويفتخر بهذه الجنسية، يعتز كونه مواطن سعودي وينتمي لوطنه ويحب قيادته، ثم يحمل أفكارا مبدعة وقيما ذاتية يحاول تطويرها كل حين. ونتمنى جميعا أن نكون هذه الهوية المتحققة التي تفيد الوطن أيها الأبطال. ثم النوع الآخر من أنواع الهوية الذاتية، وهو الهوية غير المكتملة، وهي تنقص بعض الشيء عن الهوية المتحققة، ولذلك سميت بالهوية غير المكتملة. نجد صاحبها يسلك منحنى سلبيا في اكتشاف ذاته، فهويته مكتسبة من وسطه الأسري ومجتمعه المحيط به، وهو ملتزم بهذه الهوية المكتسبة. ونجد أن الهوية غير المكتملة الاكتشاف فيها يكون ضعيف، ولكن الالتزام قوي. بمعنى أيضا أن صاحب الهوية غير المكتملة يعني لا يؤدي العبادة بإخلاص، صاحب هذه الهوية غير حريص على أداء العبادة، ثم يعيش في وطنه ولا يبادر بإظهار الانتماء لهذا الوطن. يعني طبعا نعرف جميعا أن من حقوق الوطن علينا المبادرة بإظهار الانتماء للوطن وحب الانتماء للوطن والخوف على الوطن، ولكن صاحب الهوية غير المكتملة يعيش في وطنه ولا يبادر بإظهار انتمائه. أيضا صاحب الهوية غير المكتملة يذهب إلى المدرسة تقليدا لإخوته وأصدقائه، أنه فقط يفعل كما يفعل الناس أيها الأبطال. يعني يذهب، ربما يذهب إلى المدرسة بدون هدف، ولكنه يفعل كما يفعل الناس، أو أن والديه أجبراه مثلا على الذهاب إلى المدرسة، ثم ليس لديه رغبة في تطوير ذاته، يعيش كما هو اليوم يمر عليه دون أن يكون لديه رغبة في أن يتعلم جديد. ثم نأتي للنوع الثالث من أنواع الهوية، وهو الهوية المشتتة. نجد صاحبها لا يبالي إطلاقا باكتشاف ذاته، وليست له أهداف محددة، وسلوكه في الحياة سلبي. وتعالوا نشوف من خلال خارطة المفهوم التي أمامنا أن صاحب الهوية المشتتة، أولا اكتشافه ضعيف والتزامه أيضا ضعيف، بخلاف الهوية المتحققة والهوية الغير مكتملة. هذه الهوية المشتتة نجد أن صاحبها اكتشافه ضعيف والتزامه ضعيف.
ضعيف في أداء العبادات، يعيش في وطنه بلا هدف، يذهب إلى المدرسة لأنه مجبر على ذلك، ليس لديه رأي محدد في كثير من جوانب الحياة المهمة. إذن أيها الأبطال، لدينا ثلاثة أنواع من الهوية الذاتية: الهوية المتحققة، الهوية غير المكتملة، والهوية المشتتة. ثم نأتي لعنصر أخير من عناصر هذا الدرس أيها الأبطال، وهو اختلاف المظاهر والأشكال. من سنة الله عز وجل في الكون أن الله عز وجل خلق البشر جميعا مختلفين. مختلفين في ماذا يا أبطال؟ في الشكل، وفي اللغة، وفي اللون، وفي طبيعة المكان الذي يعيشون فيه. فالاختلاف هو سنة كونية، لابد أن كل إنسان يتقبله ويتعايش معه أيها الأبطال. تختلف شخصياتنا وأشكالنا، وهذا عامل مهم في بناء هويتنا الشخصية، إذ يقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، سورة الروم. فاحترام هذا الاختلاف وقبوله جزء أساس من الشخصية الذاتية. نأتي أخيرا أيها الأبطال لبعض من عناصر الهوية الشخصية. بعض العناصر التي تحدد شكل هوية الإنسان الشخصية، وهي كالتالي: المهنة والأسرة، الدين والقيم والثقافة، المظهر العام والهويات، ثم اللباس والمأكل والقدرات. وبهذا أيها الأبطال نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس الذي كان بعنوان الهوية الشخصية. ونراجع سريعا مراجعة سريعة على ما جاء في هذا الدرس. خدنا تعريف الهوية، وعرفنا أن الهوية هي ما يميز الشخص عن غيره، وإحساسه أنه يعرف من هو وماذا يرغب فيه. ثم خدنا أنواع الهوية. عندنا نوعان من الهوية، وهي الهوية الرسمية الشخصية المقصود بها بطاقة الأحوال التي تستخرجها عند سن معينة، ثم الهوية الذاتية التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: واحد، الهوية المتحققة، واثنين، الهوية الغير مكتملة، ورقم ثلاثة، الهوية المشتتة. ثم العنصر الثالث، درسنا اختلاف المظاهر والأشكال، وعلمنا أن الله عز وجل قد خلق هذا الكون وجعل سمة الاختلاف واضحة بين الناس من حيث اللغة واللون والشكل وكل شيء، ولابد أن نتقبل هذا الاختلاف أيها الأبطال. ونرجو منكم أن نتابع الدرس اللاحق في الفيديو اللاحق لهذا إكمالا لمقرر هذا الأسبوع، وسوف يكون الفيديو اللاحق عن الدرس 17 بعنوان التنمية الذاتية. شكر الله لكم أيها الأبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.